مرحبا بالجميع، أنا مروة بولات خبيرة المبيعات، سأعرض لكم اليوم مثالا على شقتنا في مشروع ناتور وباتيكن بواسطة الفن. يتم فتح شقتنا اللي تقع في مدخلين من خلال الباب الزجاجي القابل للقفل، لديها خارجية ذات غطاء ومنطقة سوداء. يمكنك أيضا تخزين العناصر أنت ما تريد أن تشملها في الشقة في هذا المكان اللي تم تصميمه لضيوفك. لما ندخل الشقة من الباب، أول شيء يلفت انتباهنا هو الزجاج على جدران غرفة المعيشة والصالة. تم تصميم هذه الشقة المفهومية لتحصل على مزيد من الضوء وتبدو أكثر فسحة. الآن دعونا نتجول في غرفة المعيشة معا. لدينا غرفة المعيشة اللي تبلغ مساحتها 38 مترا مربعا، تحتوي أيضا على شرفة فرنسية بعرض 40 سنتيمتر. صمت عيتي. يزيد من انتعاش شقتنا يرفع. خلينا الآن نلقي نظرة على غرفة المعيشة معا. في غرفة المعيشة اللي تبلغ مساحتها 15 متر مربع يمكنك قضاء أوقات ممتعة مع ضيفك. بالإضافة إلى ذلك، إذا رغبت يمكنك استخدام هذه الغرفة كغرفة عمل أو غرفة هوايات. الآن خلينا نلقي نظرة على حديقة الشتاء ومنطقة المطبخ في شقتنا. هذا المفهوم اللي صممناه خارج المطابخ القياسية، يمكنك جعل وجباتك ومحادثاتك أكثر متعة في مطبخنا المصمم وفقاً لمفهوم أدا موتفك. نوفر الموقد وغسالة الصحون التي لا تتكسر والفرن في الشقة. إذا كنت تعرف، دعنا نلقي نظرة على مساحتك الداخلية والخارجية في الرواق الخاص بك قبل الانتقال من المساحات المعيشة إلى المساحات النوم. الآن هناك حمام للضيوف في الردهة قبل الانتقال إلى منطقتنا الداخلية والخارجية، ونحن في مجالنا الداخلي والخارجي اللي نخفيه بباب منزلق. عند التصميم في منطقة العمل وغيرها اللي تحتوي على 6 أبواب، تم إنشاء أقسام لوضع الكي وجميع الطاولة الخاصة بك. بجوارها مباشرة هناك مكان يمكنك وضع الغسالة والمجفف. لدينا خزانة ذات بابين. الآن يمكن الانتقال إلى مناطق النوم. الأطفال والشباب لدينا مع القرصان، دعونا نتجول معا في حمامنا العام الضخم عبر الجولة الافتراضية. يمكنك الاعتبار خزانة مرآة في حمامنا اللي تم تصميمه بمفهوم الفندق. كل ما رأيته هو بالكامل بين معاييرك الأسرع. وأخيرا دعونا نلقي نظرة على غرفة نومك. غرفة نومنا اللي تتضمن شرفة وحمام الوالدين واللي تمتاز بمساحة إجمالية تبلغ 30 متر مربع، عندنا خزائن مدمجة متقابلة كل منها يحتوي على 5 أبواب. عندنا معايير أفضل راح يكون بين. لمعرفة المزيد عن مشروعنا يرجى الاتصال بنا يوميا حتى الساعة 18 بكسل الحصول على الدعم من زملائنا المتخصصين في المبيعات بين الساعة 10 و 18. شكرا لك على مرافقتك.